بعد سؤال مفاجئ على الهواء، رد غير متوقع من وزير التعليم على جمع كلمة حليب. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قال إن الطلاب اعتادوا حفظ الأسئلة في الامتحانات وبيشعروا بالتفوق الوهمي، وطالب الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم الأهالي والطلاب بعدم التركيز على أمور تخص الامتحانات الطويلة والوقت، خاصة الأمر بأكمله منافسة بينهم والطلبة في أداء الامتحانات بالمعايير الثابتة. وفاجئ الإعلامي سيد علي المقدم البرنامج وزير التربية بسؤال عن جمع كلمة حليب، لكمان الوزير يرد الوزير ويقول أنا مش حافظ الإجابة ولا إحنا بنعرف الامتحان، مؤكدا إن الحاسب الآلي هو من يقوم بعمل الامتحان ويأخذه من بنك الأسئلة ويكون هناك 5 اختيارات من متعدد. ولفت إلى إنه فيما يخص شكاوى الطلاب بعدم وجود مراوح في اللجان، بيوضح إن تعليمات وزارة الصحة أصدرت تكليفتها بعدم استخدام المراوح لأسباب تتعلق بفيروس كورونا، ولكن تم السماح باستخدام مراوح جانبية فقط. لكن جمع كلمة حليب اللي بتتداول الأخبار إن هي في امتحان الثانوية العامة، كلمة ليس لها جمع، لأن كلمة حليب مش هينفع نقول حلبان أو أحلبة، لأن الكلمة مفيش في القاموس في كلمات ليها جمع، ما ينفعش ليها جمع آخر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد الإشعارات، وتضغطوا لايك وتشاروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المهتمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.